سيد كمال شتيلة رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني. أهلا بك سيد كمال. أهلا بكم، أهلا بكم. يعني كل عام والعرب بخير بمناسبة نصر أكتوبر. يعني كان لك دور سيد كمال في هذه الحرب، أطلعنا وأبهرنا واجعلنا نتعلم ونستدعي. الله يخليك ويسلمك، تحياتي لكم على هذا البرنامج الطيب القومي العربي العام، وتحية للشعب المصري وللقيادة وللجيش الذي نفتخر به دائما، القوات المسلحة المصرية. إن يوم السادس من أكتوبر كان خاتمة لأحزان الخامس من حزيران يونيو 67. صحيح. يوم وقعت الهزيمة قال موسى ديان وردد معه الغرب بأن الجيش المصري يحتاج إلى 50 عاما حتى يعود إلى ما كان عليه أو نصف ما كان عليه. وانطلقت حرب نفسية لا هوادة فيها، وصل فيها التشكيك بالإنسان العربي إلى أن تصدر دراسات أنتروبولوجية بأن العربي بطبيعته متخلف. ووصلت الحرب النفسية إلى حدود ليس فقط بين الشعب والجيش، وإنما تشكيك بالإنسان العربي نفسه وبتاريخه وبمستقبله. كل هذه الحرب النفسية لم تؤثر على الجيش المصري وعلى الشعب المصري العظيم وقيادته المناضلة. لقد اعتدنا على الحروب الاستعمارية، وكانت الأعجوبة الكبيرة حينما صرح أحد جنرالات الاتحاد السوفيتي بأنه بعد أن زار خط بارليف على الخط الفاصل بين مصر والأرض المحتلة بالسويس، قال هذا الجنرال السوفيتي أن هذا الحائط الكبير أشبه بجبل مسلح يستحيل عبوره إلا بقنبلة نووية. وكان لهذا الكلام ارتجاجه وارتداداته، لأن جنرال سوفيتي يتحدث بهذا الأمر، فكيف لنا بالتحرير؟ هذه التحديات كانت ماثلة أمام الجيش المصري العظيم وأمام الجبهة السوري، الجيش السوري على جبهة الجولان القنيطرة. ولكن القيادة المشتركة بين مصر وسوريا مدعومة بتضامن عربي فعال كان عماده المصري السوري السعودي في ذلك الحين، مع عرب من الجزائر والمغرب وبقية الخليج وخاصة الأمارات العربية المتحدة. كل هذا الوضع على قاعدة اتحاد الجيشين المصري والسوري. صحيح. اللذين كانا منذ عهد المماليك ومعارك بيبرس وبكل الحروب التي دافعا فيها عن الأمة العربية بما فيها مرحلة صلاح الدين الأيوبي. هذه الروح استيقظت في السادس من تشرين أكتوبر، وكانت المعركة الرهيبة الرائعة التي تم من خلالها العبور الإنساني وليس النووي كما توقع الجنرال السوفيتي. هذا العبور الإنساني الحضاري العظيم للمصريين، 6 ساعات استطاعوا مع ضربة الطيران الموفقة في تلك الحين التي هدت أوصال العدو في سيناء على مستوى شامل. تقدمت القوات المصرية الرائعة وحققت إنجازا تاريخيا.